وبرضو في جانب آخر لقينا أن البنك المركزي سمح للبنوك الخاصة أو البنوك الاستثمارية اللي موجودة في مصر أن هي كمان تلم فلوس من المصريين زي ما هو عمل بالظبط من خلال بنوكه الأهلي والقاهرة ومصر، وطلعوا شهادات. لكن الشهادات بتاعة البنوك الخاصة بعائد سنوي 22.5% مش 25 زي ما كان بيطلع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة. حتى 22.5% ده رقم كبير جدا، يعني حتى رقم 22.5% أنا شايفة إن ده رقم عالي جدا جدا جدا. ودلوقتي 7 بنوك قررت ان هي تعمل القصة دي، هم اللي فتحوا الشهادات بتاعتهم. قالك منهم 5 بنوك من القطاع الخاص و2 من البنوك الحكومية بعائد 22.5% سنويا، والشهادة ممكن تبقى مدتها 1.5 سنة وتجدد. منهم بنك زي الكيو ان بي قالك ان ده هيبقى شهادة لمدة 1.5 سنة والعائد يوصل ل 20% وبيصرف بشكل شهري. في بنك قطر الأهلي ده عامل الشهادة ب 22.5% وبرضو بتصرف بشكل شهري. في السي اي بي عملها ب 22.5%، كله 22.5% بتبدأ من البنوك اللي هي الكيو ام بي والقطر الأهلي دي عاملاها ب 1000 جنيه، تبدأ ب 1000 جنيه ومضاعفات. السي اي بي عملها ب 100000 جنيه، الشهادة بتبدأ ب 100000 جنيه ومضاعفاتها عشان تقدر انك تحصل من السي اي بي على ال 22.5% سنويا. يعني الشهادة دي فعلا فعلا مقلقة جدا. يعني بصوا هقول لكم على حاجة برضو للأمانة، يعني حتى الآن في ثقة كبيرة في البنوك المصرية والبنك المركزي هو ضامن لفلوسك، يعني مش زي الموقف اللي حصل في لبنان. لكن الفوائد المرتفعة قوي دي يعني معرفش ليه، يعني ليه تبدو مخيفة، يعني ليه تبدو مخيفة، يعني مفيش ايه نوع الاستثمار اللي ممكن يكسب واحد وهو قاعد في بيته ربع فلوسه كل سنة تضاف على المبلغ؟ غريبة شوية، بس يعني ممكن نسأل فيها ضيفنا الاقتصادي إن شاء الله لما يكون معانا بعد قليل. برضو من ناحية تانية شفنا أسعار الذهب، الذهب النهاردة بيعاود الارتفاع مرة أخرى في مصر، يعني كان هبط شوية الكام يوم اللي فاتوا رجع مرة تانية للارتفاع. بس على فكرة حتى رغم الارتفاع اللي وصل له إلا أنه لسه أقل من فترة من الفترات، يعني احنا شفنا في وقت من الأوقات كان وصل ال21، يعني تجاوز كان خلاص على عتبة ال2000 اللي حاجة بسيطة. النهاردة رغم زيادة 10 جنيه إلا أنه استقر على 1770 جنيه للجرام، ده بالنسبة لل21، ال18 1517 وال14 اللي بقى دلوقتي خلاص بيتحسب علينا كذهب ب1180 جنيه لكل جرام واحد. واضح كده ان عندنا في بعض الاجراءات اللي اتخذتها او اتخذها البنك المركزي يحاول انه يساعد بيها المستوردين اللي في الخارج. وان ده حقيقي وان صح هذا الكلام الحقيقه، ده اجراء محترم وشيء جيد جدا اننا نبدا نلاقي مخارج جديده وتفكير بره الصندوق شويه عشان نيسر على المستوردين، ما تبقاش تجارتهم عطلانه وبالتالي بيأثر على فكره العرض والطلب وارتفاع الاسعار، فده شيء كويس قوي قوي قوي. ففي فيديو هنشوفه دلوقتي للاستاذ احمد شيحه، ده عضو شعبه المستوردين، كان طالع مع الاستاذ احمد موسى، عشان كده انا قلقت من التصريحات الحقيقه اللي هيقولها. وقال لك بعد الاجراءات اللي اخذها البنك المركزي بفكره التعامل مع الدولار، اللي معاه دولار المره الجايه يروح يشربه. لو البنك المركزي استمر في موضوع تغيير التعامل مع الدول بالدولار، اللي معاه دولار يشربه. انا بقول لحضرتك نفس الكلام ده، لو بكره عملنا اتفاقيه مع روسيا ومع الدول العربيه بس، ادي 15 وادي 20 وادي الصين وادي روسيا 7، يشربوا يعني ايه؟ يشربوا بقى، يروح شو مين هيشتري منه؟ ولا قيمه.
ولا قيمه ليه يا فندم. دي اكبر دوله مديونه ما عندهاش غطا ذهب. الصين اللي بنتكلم والسعوديه اكبر غطا ذهب هم في العالم، هم الاثنين دول. الحقيقه انا اعرف الاستاذ احمد شيحه يعني رجل محترم طبعا وليه مننا كل الاحترام، لكن كلامه مش صحيح. الكلام اللي بيقوله الاستاذ احمد شيحه ده كلام مش صحيح ابدا ابدا ابدا. ده كلام وتصريحات بالظبط بالظبط شبه تصريحات اللي طلع وقالها لنا الاستاذ يوسف الحسيني في حته اللي معاه دولار روح وديه البنك الدولار هينزل الارض واسمع مني وعشان خاطر ربنا والفيلم اللي كان عامله لنا ده. فدي حاجه شبهه بالظبط. تقول لي نفسك اتمنى اتمنى ان الاقي بكره الدولار ده يعني ولا ليه اي قيمه ولا ليه اي قيمه، عشان الناس اللي الأسعار كالتها، الناس اللي بقت مكوية حرفيا بالأسعار. لكن ده كلام مش صحيح. دي مسكنات، مش عايز أقول مخدرات كمان عشان هي أعلى شوية من المسكنات. وبعدين يعني الأستاذ أحمد شيحة هيقول لك اللي معاه دولار يشربه، وهو طالع مع الأستاذ أحمد موسى اللي قال لك الناس جات لها سكتة قلبية اللي اشترى دولار والناس مش لاقية الدولار. فيعني مش هنقف على كلامهم وهنسأل برضو في النقطة دي.